السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ريت ألبن يا رب تكونوا بخير. والنهاردة هتبقى حصتنا حصة قواعد، وإحنا هنراجع على جزم الفعل المضارع مراجعة سريعة، وعندنا درس جديد اسمه توكيد الفعل بالنون. طب إحنا اتكلمنا عن جزم المضارع قبل كده، وقلنا إن بيجزم المضارع في 3 حالات: لما بيقع بعد أداة بتجزم فعلا واحدة. وقلنا عندنا 4 أدوات لجزم الفعل المضارع، اللي هي الأداة اللي بتجزم فعل واحد. طب إيه هي الأدوات اللي بتجزم فعل واحد؟ لم ولما ولام الأمر ولا النهي. تاني، عندنا 4 أدوات بتجزم فعلا واحدا في الجملة، يعني بتحتاجش أكتر من فعل. لكن كمان في أدوات بتجزم فعلين، يعني شرط إن يكون عندي فعلين. الأدوات اللي بتجزم فعلا واحدا لم ولما، لام الأمر ولا النهي. لم ولما هما أداة جزم وإيه وقلب، لم يسافر محمد لما يعود عليه. لام الأمر لتحكم بين الناس، لينفق ذو سعة من سعته. لا النهي، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. يبقى احنا كده اتكلمنا عن جزم الفعل المضارع في الحالة الأولى، عندما بتدخل عليه أداة تجزم فعلا واحدا. وقلنا إيه هما الأدوات اللي بتجزم فعل واحد؟ تاني بأكد أهو: لم ولما ولام الأمر ولا النهي. طيب تاني حالة لجزم الفعل المضارع، لما بتدخل على الجملة أداة بتجزم فعلين، يعني هي بتتطلب في الجملة فعلين. الفعل الأول اسمه فعل الشرط، والفعل الثاني اسمه فعل جواب الشرط. يعني الأدوات دي اسمها الأدوات إيه؟ الأدوات الشرطية أو أدوات الشرط. تعمل إيه أدوات الشرط في الجملة؟ بنقول بتبقى بتبقى رابطة بين الجملة الأولى والجملة الثانية، يعني بتربط بين جملتين، وبتسمي الفعل الأول في الجملة الأولى فعل الشرط، والفعل الثاني في الجملة الثانية فعل جواب الشرط. يعني هي جازمة ولا غير جازمة؟ لا جازمة، من الأدوات الجازمة. طب هل كلها أدوات جازمة؟ بنقول لا، في منها الجازمة ومنها غير الجازمة. كل الأدوات اللي احنا هناخدها النهاردة دي أدوات جازمة، إذا ولو فقط هي من الأدوات غير الجازمة. طيب فعل الشرط عندي بيكون مجزوم، والفعل التاني اللي هو فعل جواب الشرط أيضا بيكون مجزوم. طب أدوات الشرط دي إيه بقى؟ لما نيجي نتكلم عنها كده ونعددها، هي إن، إذ، ما، من، ما، مهما، متى، أيان، أين، أينما، أن، حيثما، كيفما، وأين. طيب بيقول لي تذكر إن أسلوب الشرط الجازم بيتكون من 3 أركان. الكلام ده كله إحنا بنعيده وبنراجعه. أداة الشرط الجازمة اللي هي أداة من الأدوات اللي إيه؟ اللي عدت علينا فوق هنا: إن، إذ، ما، من، ما، مهما، متى، أيان، أين، أينما، أن، حيثما، كيفما، وأي، بحسب ما تضاف إليه. دي أداة الشرط الإيه؟ الجازمة. طيب عندي جملة فعل الشرط وإعرابها، وعندي جملة جواب الشرط وإعرابها. جملة فعل الشرط اللي هي بيكون الفعل الأول المجزوم. فعل الشرط إعرابه إيه؟ فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حسب بقى حالته. لو هو صحيح الآخر علامة جزمه السكون، معتل الآخر حذف حرف العلة، من الأفعال الخمسة يبقى علامة جزمه حذف النون. وزي برضو جملة جواب الشرط، جملة جواب الشرط بنسمي فعل جواب الشرط فعل مضارع مجزوم علامة جزمه يا إما السكون يا إما حذف حرف العلة يا إما حذف النون. يعني نفس علامات الجزم هنا هي نفسها علامات الجزم في جواب الإيه؟ جواب الشرط. مش فاهمة في إيه؟ طيب هنقفل الصوت
والجدول اللي عندنا كده يا جماعة بيقول إن أسلوب الشرط الجازم يتكون من ثلاثة إيه؟ ثلاثة أركان، أداة الشرط الجازمة وفعل الشرط وجواب الإيه الشرط. هي كلها فعل الشرط دي جملة، وجملة الثانية اللي هي جملة جواب الإيه جواب الشرط. طيب إرد 11، حد لغاية دلوقتي يعني مش فاهم الجزئية دي؟ حد عنده أي أسئلة في الجزء ده اللي هو جزم المضارع بعد الأدوات، سواء كانت أداة بتجزم فعلا واحدا أو أدوات بتجزم فعلين؟ يا ليان، ليان معايا؟ تمام، بس مفيش مشكلة. طيب تقدري تفرقي بينهم؟ إزاي بتفرقي بينهم؟ أدوات اللي بتجزم أدوات اللي بتجزم فعل واحد أيوة هي كم أداة يا ليان؟ كم أداة بتبقى معايا بتجزم فعلا واحدا؟ اللي أنا ما بعتبرهاش من أدوات الشرط، هي مش أدوات شرط، هي أدوات جزم. إحنا خدنا كم أداة؟ على مهلك، حاول تركز على مهلك. عندي أدوات اتكلمنا عنها وبنقول بتدخل على فعل مضارع وبتجزم هذا الفعل، كم عددهم الأدوات دول اللي هما بتحتاج فعل واحد فقط؟ فكرة. لا أهم أهم أنت فاكرة كل حاجة بس إيه مش واخدة بالك. أهم يا ليان، إحنا قلنا بيجزم الفعل المضارع في 3 حالات، دي أول حالة منهم اللي إحنا شايفينها دي اللي أنا بعلملك عليها بالماوس ده، لم وإيه؟ ولما ولما ولام الأمر ولال ايه؟ وللنهاية قوليهم تاني كده بسرعة. لم لما لم الأمر للنهاية بتعمل ايه الأدوات دي يا ليان؟ بتجزم الفعل المضارع أيوه في مش فعل في واحد حاجة، هي بتجزم فعل مضارع بس بتحتاج فعل ايه؟ فعل واحد واحد. طيب عشان أنا عندي نوع من الأدوات، شكرا يا ليان، عندي أدوات تانية يا جماعة بنقول بتحتاج فعلين اللي احنا بنسميه ايه بقى عندنا، مين نختاره؟ حسن جدة، حسن معايا، مايك بتاعك شغال، بنعمل لك اسك تو انميوت. حسن سامعني؟ استمع. ياسين، ياسين معايا؟ نعم معايا ياسين؟ ماشي يا حبيبي. ليان كلمتنا عن الأدوات اللي بتجزم فعل واحد وقالت إن هي لم ولما ولام الأمر ولا النهاية. طب أنت عندك فكرة عن الأدوات اللي بتجزم فعلين؟ بسميهم أدوات إيه؟ هلات مثلا الشرط أدوات الشرط. بدل برافو فعل عليك، الشرط بس أدوات الشرط صح؟ هو أدوات الشرط دي بتكون جازمة، جازمة لمين ولمين؟ بتجزم ايه؟ جزم الفاعلين مضارعين برافو، بتجزم فعل الشرط وبتجزم جواب الايه؟ جواب الشرط. الشرط تمام؟ طب ايه هي الادوات دي يا سين؟ عندها شايف الماوس فين؟ ان هي إن إذ ما من وما مهما متى أيان أين أينما أنا انا، حيثما كيفما وأين برافو عليك. يبقى انت كده قلت لنا الادوات اللي بتجزم فعلين، الفعل الاول بيبقى اسمه فعل الشرط، وعندنا في الجدول اهو شباب عندنا الجدول مبين لي 3 اركان، ها الـ بيتكون منها جملة الايه الشرط. عندي اداة الشرط بس بيقول لي شرط جازمة، لان عندي اذا ولولا ودي ادوات غير جازمة لا تعمل عمل هذه الأدوات، دي الأدوات الجازمة لازم ناخد بالنا منها ونحفظها. إيه هي الأدوات الجازمة؟ أدوات الشرط الجازمة اللي ياسين لسه قايلهم، إن إذ ما من ما مهما متى أيان أين، واللي سألنا عن أيان قبل كده هي ظرف بتعطي معنى الإيه الظرفية، أينما
وأن بحسب ما تضاف إليه، وحيثما وكيفما وإيه وأي، أي أيضا بحسب ما تضاف إليه. يبقى أسلوب الشرط عندي بيحتاج 3 حاجات أو 3 أركان. الركن الأول أداة الشرط الجازمة، والركن الثاني جملة فعل الشرط، والركن الثالث جملة جواب الشرط. لغاية كده في حاجة مش واضحة؟ جماعة اللي مش فاهم يرفع إيده بعد إذنه. طيب عندي يوسف عوض. يا يوسف، يوسف سمعني؟ يوسف، يوسف عوض مش سمعني. طيب عندي عبد الرحمن وليد. عبد الرحمن سمعني؟ عبد الرحمن، عبد الرحمن بغدادي أو عبد الرحمن وليد، مش حد ثاني. طب ياسمين، حد معي؟ جنة، يا جوجو، جنة، جودة، إذا في حاجة، في مشكلة في النت، حد سمعني خالص. يوسف الصحراوي. يا جماعة الناس اللي بتقفل المايكاتها وما بتردش. انميوت. جماعة سامعيني؟ جريد 11. اصلا اللي مشارك معايا كده 13، 2 3 بس اللي صاحيين. طب أسامة معايا؟ أسامة سامعني؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. سامعك يا مستر سامعك. أسامة؟ ايوه طيب يا أسامة، أسامة تعرف الأدوات اللي بتجزم فعلين؟ بنسميها أدوات إيه؟ أدوات يا أسامة بتدخل على الجملة وبتحتاج فعلين، الفعل الأول فعل الشرط والفعل الثاني فعل جواب الشرط. الأدوات دي بسميها أدوات إيه؟ أدوات، ما أنا بقول أهو، بتدخل على جملة بسميها جملة شرطية، والفعل الأول اسمه فعل الشرط والفعل الثاني اسمه جواب الشرط. يبقى الأدوات اسمها أدوات إيه؟ أدوات الشرط يا أسامة. تمام، يبقى الأدوات دي اسمها أدوات الشرط الإيه؟ الجازمة. طيب مكونات أسلوب الشرط يا أسامة، أنت لسه معايا؟ بيتكون من إيه أسلوب الشرط؟ معلش يا صاحبي، اتفضل يا حبيبي، اتفضل كده معايا بس واحفظ. ينفع تسألي بس تاني؟ ما سمعتش. أسألك تاني، حاضر. إحنا قلنا الأدوات اللي بتدخل على الجملة الشرطية بسميها أدوات إيه؟ ده الشرط. أدوات الشرط. بس نكمل كمان، أدوات الشرط الجازمة بتعمل إيه يا أسامة؟ أدوات الشرط الجازمة ها، بتدخل على جملة فعلية. بتخش على الجملة ال هو طيب اتفضل. و ما هي بص يا أسامة، هي من اسمها، اسمها أدوات شرط جازمة، يبقى بتعمل إيه؟ بتعطي معنى الشرط وتجزم الأفعال. بس هي بتحتاج كم فعل يا أسامة عشان تجزمهم؟ بس يا أسامة هي بتحتاج فعلين. تمام، الفعل الأول اسمه فعل بس الشرط
والفعل التاني يا أسامة اسمه فعل جواب الإيه؟ جواب الشرط. شكرا يا أسامة، كتر خير. بس. ماشي حبيبي، ركز معايا بس كده. شايف الجدول يا أسامة؟ شايف الجدول اللي أنا Yes. بحرك الماوس عليه؟ ايوه عندي الجدول أهو، بص مبين أداة الشرط الجازمة وجملة فعل الشرط وإعرابها وجملة جواب الشرط وإيه وإعرابها. شايف الجدول كده؟ إن ومن وإيه ومتى. طيب فعل الشرط يا أسامة، بقول فعل الشرط ده فعل مضارع مجزوم، يعني ده نص الإعراب إن أقول ده فعل مضارع مجزوم. طب علامة جزمه إيه؟ بتبقى ثابتة يا أسامة ولا حسب نوع الفعل؟ كنا حسب نفسه آه حسب نوع الفعل، برافو عليك، حسب نوع الفعل. يعني لو هو فعل صحيح الآخر بيبقى مجزوم علامة جزمه إيه؟ السكون. فعل معتل الآخر مجزوم علامة جزمه، سكون لا لو آه لو هو صحيح الآخر يبقى علامة جزمه سكون السكون. طب معتل الآخر علامة جزمه إيه؟ هو من اسمه برضه، اسمه معتل الآخر يبقى علامة جزمه حذف حرف الإيه؟ حذف حرف العلة، مش هو معتل الآخر؟ يبقى لما أجي أجزمه أقول ده علامة جزمي حذف حرف الإيه؟ العلة. طب يا أسامة في قاعدة قديمة خدناها وكررناها كتير قوي اسمها قاعدة الأفعال الإيه؟ الخمسة. طب شكرا يا أسامة. مين يا شباب يقول لنا قاعدة الأفعال الخمسة؟ جنة. جنة معانا يا جوجو؟ جنة، جنة جودة، طيب جنة مش سامعين، جنة الجرايحي، جنى الجرايحي. طب مين يا جماعة اللي معانا ده وفاتح المايك يكلمني؟ يريد 11 أدائكم النهاردة مش حلو. تدرس، تدرس، طيب يوسف، يحيى، عجبنا الناس اللي حاضرة كلهم. حد عنده مشكلة في النت يا شباب؟ نشوف حد بيبعت لي على الجروب. احنا ازاي هندخل على درس تاني وانتوا الدرس ده مش عارفين؟ شباب كده سامعني؟ طيب اضطر اخد الغياب بعد اذنكم. طيب احنا كده اتكلمنا عن الادوات اللي بتجزم فعلا واحدا والادوات اللي بتجزم فعلين، وبنشوف سؤالهم في الامتحانات دايما يجي لي السؤال ده بيقول لي اربط بين الجملتين التاليتين بأداة شرط مناسبة وغير ما يلي. عندي مثلا يخشى الله ينال رضا، لما اجي اجاوب على السؤال ده انا هختار اداة
أداة شرط تكون مناسبة لمعنى الجملة. يعني مثلا من يخشى الله ينال إيه؟ رضا. طب أنا عملت إيه في الفعلين بقى؟ خليت فعل الشرط مجزوم وفعل جواب الشرط مجزوم، وعندنا أمثلة هي كتيرة لجزم الإيه؟ لجزم الأفعال، سواء كانت أفعال شرط أو أفعال جواب الشرط. بيقول لي إجابة عن هذا السؤال: لا تنسى أن فعلي الشرط والجواب لو كان آخرهم حرف علة زي يدعو يعتدي ويسعى، إننا عند الربط علينا أن نحذف حرف الإيه؟ العلة. طب حرف العلة عندي في يدعو هنا معتل بالواو، يعتدي معتل بالياء، ويسعى معتل بالإيه؟ بالألف، اللي هي الألف اللينة اللي بتنطق ألف وتكتب ياء. عندي أمثلة: يرتمي، حذفنا حرف العلة وخليناه مجزوم، يرتمي. طيب يسمو، يسمو. يقوى، يقوى. يحتوي، يحتوي. يسعى، يسعى. يعتدي، يعتدي. يدعو، يدعو. طب احنا في كل الأفعال دي عملنا ايه؟ احنا حذفنا حرف العلة. وبرضو بفكركم تاني يا جماعة ان الحرف اللي انا بحذفه بعوض عنه بعلامة ايه؟ علامة إعرابية لضبط الايه؟ الكلمة. يعني لو انا حذفت حرف الياء بعوض بالكسرة، الواو بعوض بالايه؟ بالضم. الألف بعوض بالفتح. اهو تاني بيتكرر: يحتوي الياء، حطيت الكسرة. يسعى، حطيت مكانها أو دلالة عليها الإيه؟ الفتحة. يعتدي، حطينا كسرة. يدعو، حطينا ضم. طيب إذا كان قبل آخر هما حرف علة ساكن زي يقول، قبل الآخر هو حرف علة ساكن، يبيع، ينال. طب عند الربط بقى علينا أن نحذف حرف الإيه؟ العلة، حرف العلة اللي هو هنا الواو والياء والإيه والألف. ليه بقى؟ بيقول لي القاعدة بتقول منعا لالتقاء الساكنين، يبقى أنا بحذف ده منعا لالتقاء الساكنين عشان ما يكونش عندي حرفين ساكنين بيجوا ورا بعض. العلة منعا لالتقاء الساكنين عندي هنا: كان ينام، يبقى ينم. يستدير، يستدر. يستفيد، يستفد. يعتاد، يعتد. ينال، ينال. يبيع، يبع. يقول، يقول. طب لما يكون عندي الفعل من الأفعال الخمسة، خلي بالنا جريد 11 احنا كل ده بنراجع، ما دخلناش على درس جديد. يلعبان، يلعبون، تلعبين. دي أمثلة للأفعال الايه؟ الخمسة، اللي هي ايه تاني؟ بنفكركم بالأفعال الخمسة: كل فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، بيرفع وعلامة رفعه ثبوت النون، ينصب ويجزم وعلامة النصب والجزم حذف النون. لما نيجي بقى نربط، علينا أن نحذف حرف النون ولا ننسى وضع ألف فارقة بعد واو الإيه؟ الجماعة. هنا زي تلعبوا، هنا لما حذفت النون بقت إيه؟ تلعبوا. لكن بيقول لي ما ننساش ابدا ان احنا نحط الايه؟ حرف الالف دي بعد واو الجماعه، اسمها الالف الايه؟ التفريق او الف الجماعه. طيب ربط الجمله اللي عندي هنا: من يخشى الله ينال رضا. طب عندي كمان امثله لجزم، احنا خدنا بالنا ايه اللي حصل في الفعلين. يخشى هنا بقى فعل مضارع مجزوم علامه جزم حذف حرف العله، وينال اللي كان أصلها ينال فعل مضارع مجزوم علامة جزم حذف حرف العلة لالتقاء الايه؟ الساكنين. طيب الأدوات دي كلها أدوات شرط، وعندي الأمثلة اللي جات عليها، ممكن انتوا تراجعوا. عندي بس في أين، يعني يمكن من الأدوات الغريبة علينا بس شوية، أيان اسم شرط للايه؟ للزمن. أيان تخرج، أخرج معك. أين وأينما وأن وحيثما هي أسماء شرط للإيه؟ للمكان. عندي أي بحسب ما تضاف إليه، فمرة بنقول للعاقل ومرة بتأتي لغير العاقل، مرة ظرف بستخدمها ظرف زمان أو بستخدمها ظرف مكان. للعاقل أي طالب، أهو طالب ده عاقل. لغير العاقل أي كتاب للزمان، أي يوم للمكان، أي متحف.
تذكر في الآخر كده إن أدوات الشرط من وما ومهما تعرب مبتدأ، احنا ما عندناش جزئية الإيه الإعراب لأدوات الشرط، بس اللي يهمنا إن أداة الشرط بتدخل على جملة فعلية، الأولى بسميها فعل الشرط والجملة التانية بسميها جملة جواب الشرط. لغاية كده فاهمين؟ في عندنا شرط غير جازم. شرط غير جازم أدوات معينة بستخدمها بمعنى الشرط لكن لا تعطي مع لا تعطي الإيه الجزم. عبد الرحمن وليد سامعني؟ يا جماعة وأنا عندي مشكلة ولا أنتوا اللي عندكم المشكلة؟ محدش سامعني خالص. يا شباب طيب، عندي أدوات الشرط غير الجازمة إذا ولو ولولا وكلما ولما الحينين، هي لا تجزم الفعل بعدها، دي أدوات شرط لكن غير جازمة، يعني لا تؤثر في الإعراب لكن تؤثر فقط في المعنى. طب إيه فائدتها؟ بتربط بين فعلي الشرط وجواب الشرط. طب الفعل بعدها بيكون مجزوم؟ بنقول لا، ده الفعل بعدها بيكون مرفوع لو كان مضارع أو يكون مبني لو كان فعل ماضي. عندنا مثال: إذا انتشر العلم عم الرخاء، لو أنصف الناس استراح القاضي، لولا اختلاف الأذواق لبارت السلع، كلما تقدم شبابنا ارتقت بلادنا، لما التقى الجمعان ثبت الشجاع وفر الجبان. طيب احنا كنا خدنا برضو ادوات او اقتران جواب الشرط بالفاء. يجب اقتران جواب الشرط بالفاء في حالات محددة خدناها وبنراجع عليها تاني. اذا كان جواب الشرط جملة اسمية او جملة ان او احدى اخواتها، يعني انا عندي جملة شرطية فيها بتبدأ بأداة ايه شرط، وعندي فعل شرط وعندي جواب شرط، لازم أقرنه بالفاء، يعني أسبقه بالإيه بحرف الفاء. إن تنصروا الله فالله ناصركم. أنا ليه أقرنت جواب الشرط هنا بالفاء؟ لأن الجملة دي جملة اسمية، ده السبب. إن تنصروا الله فالله ناصركم، الله ناصركم دي جملة إيه اسمية. يبقى لما أقول لك لماذا اقترن جواب الشرط بالفاء هتقولي لأن جواب الشرط جملة اسمية. انتوا عشر اللئام فإنك منهم، لماذا اقترن جواب الشرط بالفاء؟ لأن برضو دي جملة ايه إن أو إحدى أخواتها. مهما تواجه من مصاعب فلا تتردد. طيب عندي هنا السبب اللي أقرنت فيه جواب الشرط بالإيه بالفاء، لأن عندي نهي. لو كان كمان جواب الشرط جملة منفية بلن، يعني لو كان الجملة جملة طلبية أمر أو نهي أو استفهام، يبقى لازم يقترن جواب الشرط بالفاء: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم أمره. لا تتردد ده إيه نهي، مهما تواجه من مصاعب فلا تتردد. لما يكون جواب الشرط جملة منفية بلن، من يزرع شوكا فلن يحصد قمحا. إذا كان جواب الشرط جملة فعلية منفية بما، أو جملة فعلية مسبوقة بقد، أو جملة فعلية فعلها جامد، وإحنا اتكلمنا عن الأفعال الجامدة قبل كده زي عسى وليس ونعم، نعمة وبئس وحبذا ولا حبذا. قلنا يعني إيه أفعال جامدة؟ يعني بتلزم صورة واحدة أو شكل واحد لا يتغير، متجيش على شكل تاني. تاني الأفعال الجامدة زي عسى وليس ونعمة وبئس وحبذا ولا حبذا.
من يتراجع عن الحق فبئس ما صنع. ليه هنا أقرنت جواب الشرط بالفاء؟ لأن الفعل إيه؟ جامد. كل ده إحنا برضو بنراجع. لما يكون جواب الشرط جملة فعلية مسبوقة بالسين أو سوف، من سل سيف البغي فسيقتل به، من يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف، عشان عندي سوف طبعا لازم أقرن جواب الشرط بالإيه؟ بالفاء. طيب هو بيقول لي جمعة هذه الأحوال السبعة، يبقى متى يقترن جواب الشرط بالفاء؟ في سبع إيه؟ حالات. جمعناهم في قول الشاعر اسمية طلبية وبجامد وبما ولن وبقد وبالتسويف. التسويف دي حاجتين مع بعض، السين وإيه؟ وسوف. تذكر أن حيث تقترن الفاء بجواب الشرط الجازم، تذكر أن الجملة الفعلية أو الاسمية المتصلة بها واللي اقترنت بالفاء مش هتكون هي نفسها مجزومة، لكن بنقول ده في محل جزم جواب الإيه؟ الطلب. يعني لما أجيب لك جملة شرط وجواب الشرط فيها اقترن بالفاء، وأقول لك ضع محلا للإيه؟ للجملة الفعلية اللي هي جواب الشرط، هتقول الجملة دي في محل إيه؟ جزم جواب الشرط. هي نفسها مش مجزوم، لكن المفروض كان محلها الإيه؟ الجزم. متى تجتهد فسوف تسمو. فسوف تسمو هنا كلها كده هنقول دي جملة فعلية، جملة جواب الشرط في محل جزم. طب بعرف بالفاء نفسها إيه بقى؟ إما أن تقول واقعة في جواب الشرط أو رابطة لجواب الشرط. طب نيجي للجزء المهم في درسنا النهاردة، وهو علامات جزم الفعل المضارع. هل جزم الفعل المضارع ليه علامات؟ آه طبعا، وخدناها قبل كده أكتر من مرة، ولسه مراجعين عليها في نفس الدرس النهاردة. يجزم الفعل المضارع علامة جزم السكون إذا كان الفعل صحيح الآخر، زي إيه؟ لينفق، القاف أهي حرف صحيح، يبقى لما أجي أعرب ينفق أقول فعل مضارع مجزوم علامة جزم السكون لأنه صحيح الآخر. طب ممكن أجزمه وعلامة جزمي حذف حرف العلة، إمتى؟ لما يكون معتل الآخر. لم يدعو، هي أصلها بالواو يدعو، لكن في حالة الجزم حذفنا الواو. في حالة الإعراب هقول يدعو فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة. طب الحالة الثالثة لعلامات الجزم هي حذف النون. متى تحذف النون؟ لما يكون الفعل من الأفعال الخمس. وقلنا إيه الأفعال الخمسة؟ هي الفعل المضارع الذي اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، بيرفع علامة رفع ثبوت النون، ينصب ويجزم علامة النصب والجزم حذف النون. بتجي لي جزئية كده فيها يعني إعمال العقل أو الذكاء شوية، أخد بالي من إن الفعل المعطوف فعل المضارع المعطوف على فعل مضارع مجزوم، لكن الفعل المعطوف ده لم تسبقه أداة جزم، طب إعرابه إيه؟ هياخد نفس إعراب الفعل اللي أنا عطفته عليه. هنيجي بقى عند جزئية جزم المضارع في جواب الطلب، وزي ما قلنا دي جديدة بالنسبة لنا، جزم المضارع في جواب الطلب. يا شباب، يا يحيى، يحيى اسكول تو انميوت. يا شباب جريد 11 هنا يا مس. سامعين حبايبي؟ سامع حضرتك. مين معايا؟ انا ليان. لان ما فيش غير ليان بس النهارده هي اللي بتجاوب معايا. يا شباب فين الباقيين؟ عندهم مشكلة يا ليان؟ ما عارف والله. طيب انا صوتي واصل لك اهو، انت سامعاني وجاوبت عليه قبل كده. مفيش حد عايز يفتح المايك ويجاوب وانا بقولهم بالاسم. اكتبلهم على الجروب لو سمحت، اوكي ثانية يا مش. اكتبلهم يا حبيبي. اوكي ثانية. شباب الجزئية اللي معانا دي مهمة جدا، لازم أتأكد إن أنتوا كلكم واخدين بالكم منها وعارفين تحلوا عليها.
ما ينفعش اعديها كده او نمر عليها مرور الكرام. او واحده بصوا بس هما مش سامعين حضرتك أصلا. هما مش سامعين ليه؟ المشكله من عندي. مش عارفة بقى، هما قالوا مش سامعين. طب هما دلوقتي سامعين؟ انا مش بكتب عامله لهم لنفسي ميوت خالص اهو، المايك شغال بدليل ان انتي سامعاني. اعمل ايه تاني؟ مش عارفة والله. والله اهو عملت لهم اسك قول صدقك والله. هاتو انميوت، مش فاهمه اعمل ايه تاني اكتر من كده. طيب طب لين معلش هنسألك تاني، نديكي بقى درجات، انت اللي هتاخدي درجات الحصة دي. طيب ماشي يا لول، خليكي معايا حبيبي. اوكي. بنقول جزم المضارع في جواب الطلب دي الحالة الثالثة من حالات جزم الفعل المضارع. احنا خدنا حالة جزمه لما تسبقه أداة واحدة، وحالة جزمه لما بتسبقه أداة بتجزم فعلين اللي هي أدوات الشرط، والحالة الثالثة لما بيقع المضارع في جواب الإيه؟ الطلب. تمام؟ يعني إيه طلب يا ليان؟ يعني أمر أو برافو. يطلب من حد حاجة. آه جملة طلبية، يعني هنا محددها له اهو، شايفة الماوس كده، أمر أو إيه؟ أو نهي، دي بسميها جملة طلبية. هو طلب منه يا إما عن طريق أمره، أو بيطلب منه إن يبعد عن أو يبتعد عن الشيء عن طريق الإيه؟ النهي. طب عندنا أمثلة، وقال ربكم ادعوني، ها ادعونا أهو، جملة طلبية أمر. طب إيه اللي هيحصل بقى؟ أستجب لكم. لما أجي أعرب أستجب هقول إيه بقى إعرابه؟ الفعل ده هيكون إيه؟ انا آه ما فيش غيرك. استجب فعل جملة. لا ركز 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 على ما فعل مضارع مجزوم برافو 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 عليك، فعل وعلامة مضارع مجزوم. ها بس بصي علامة يا جزمه. ليان، وانت بتقولي عليه فعل مضارع مجزوم لازم تحددي هو ليه مجزوم. بصي كده، لانه وقع ايه بقى؟ جملة طلبية. جوابا، شايفه كده انا بشاور لك فين؟ لانه وقع جوابا للايه؟ طلب. للطلب. تمام؟ يبقى حالة الجزم دي يا شباب غريبة علينا وجديدة، وأول مرة ناخدها، إن الفعل المضارع يجزم جوازا، يعني يجوز إن أنا أجزمه جوازا في جواب الإيه؟ الطلب. راين عايز يدخل. أوكي. يبقى الفعل المضارع مجزوم جوازا في جواب الإيه؟ الطلب. وقلنا إيه هو الطلب؟ هو الأمر أو النهي. طب عندنا أمثلة إيه يا جماعة للأمر؟ خدناها، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فعل المضارع أستجب، لما أجي أعربه بقول فعل مضارع مجزوم في جواب الإيه؟ الطلب. مجزومه هنا علامة جزمه إيه ليان؟ سهلة ها؟ نفس الجملة؟ آه أستجب. لما أنت لازم تكملي بقى إجابتك، مجزوم علامة جزمي إيه؟ انا بشاور لك السكون. عليه، السكون. ليه بقى السكون؟ عشان عليها سكون. لا ما هو عليها سكون. احنا حطينا عليها سكون لانه هو ايه اخر الفعل ايه؟ صحيح ولا معتل؟ صحيح. صحيح. يبقى لما اجزمه هو اخره صحيح، يبقى لازم يبقى علامة جزمه الايه؟ السكون. تمام، لان لو هو معتل هقول انه مجزوم علامة جزمي حذف حرف الايه؟ العلة. تمام؟ طيب تمام. النوع الثاني من علامات الجزم، لا تقصروا في عملكم تنالوا. تعرفي تعربي تنالوا؟ هي فين؟ طب هي لا. اوكي. حاسس انه لا حاسس انه هتقولي فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه. حاسس انه ليه بقى حذف النون؟ عشان هو الأفعال معتل. إيه؟ لا مش معتل، الخمسة. خمسة. لأنه من الأفعال الإيه؟ خمسة. الخمس. أنت فاكرة هي الأفعال الخمسة لسه لهم حال، اللي هما كل فعل مضارع اتصل به كم ضمير؟
ألف الاثنين يا المخطبة أو إيه، واو الجماعة اللي هو قدامي أهو، واو الجماعة. يبقى واو الجماعة ياء المخاطبة وألف الإيه الاثنين. بيرفع علامة رفع ثبوت النون، وحالة الجزم أهو يجزم، وعلامة جزمه حذف الإيه النون. كان أصله هو يا لان، بصي الأصل بتاعه قبل الجزم، تنالون. لا تقصروا في عملكم تنالون. أنا حذفت الإيه النون عشان الفعل تنالوا ده وقع في جواب الإيه، ها، وقع في جواب الإيه الطلب، طب وقع في جواب الطلب، مش شرط بقى، لأن وقع في جملة طلبية. طب أنا عرفت إزاي إنها جملة طلبية؟ لأنها بدأت بإيه؟ بنهي، وهي بدأت بإيه؟ بأمر. تمام؟ تمام شكرا يا لين، كتر ألف خير، معلش حبيبي. طيب آيفون مش عارفة، كيار عايزة تدخل الحصة، ندخل عشان حصة مستر باين بدأت، بدأت؟ يعني هي بدأت المفروض إزاي؟ تبدأ. الميتنج ما خلص. تمام هي بتفتحها مش عارف. اهي مستر باين اهو. ايه يا مستر معلش ابراهيم؟ ايوه يا مستر، معلش، هي السيشن بدأت. حصة حضرتك بدأت، امال ما الميتنج ما قفلش ليه؟ مش عارف بقى، بس الحصة انا بتاعتي اسف بدأت يا تسعة. مستر، حاضر انا هخرج حالا حالا، حاضر ماشي، اتفضل. ماشي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.